لا لا انت تتجنى على الحكومه. والله ما اعطيك دليل. والله ما والله انت تكتب. اعطيك دليل. كلها كتب رسميه. لا لا اعطيك دليل. يعني انت من قارنت بايام النظام السابق قالوا له هذا منين لك. هسه تعرف بده يصير شنو من واحد ما عنده يسالوه باستهزاء انت ليش ضال هيك؟ هذا الحاج ليش اقول لك متل ليش ضال هيك؟ تعال شوف تعال فوت تعال الشريف هم الشريف ما يخلوه. تعرف ليش؟ لانه صارت عندهم حساسيه من الشرف. استاذ نجم انا بدي اقول لك شغله ومن خلالك اريد انقلها للحكومه اذا تتعب، انه يا اخوان تابعوا يا وكاله استخباريه يا اجهزه امنيه يا متابعه يا وزراء يا رئيس وزراء تابع مبين انت عندك. انا اليوم مسؤول عن دائره، لازم اعرف دائرتي، لازم اتابع اداهم، لازم اتابع. انت العسكر هذا وزير الدفاع، انت وزير داخليه، انتوا هم حتى هم ذول يراد لهم متابعه حتى الوزراء. زين انت من تشوف قائد عمليات او قائد فرقه وعده ثراء مو طبيعي وعائلته خارج العراق، شوف لك انت مدير عام وزاره النفط وقاعد بلندن، وشوف انت بالتجاره وقاعد بغير مكان وامكانيه هائله، ليش ما تحاسب؟ ليش ما تراقب؟ ليش تخلي الامور لمن اليوم صارت؟ ليش خليت ولدنا ينباعون للسفارات؟ هو من جوعهم؟ هو ليش خليتوهم؟ والله سره، والله احكي لك لازمين حتى يشتغلون ضد بلدهم. سره وانتم تدرون الحكومه كلكم تدرون، وراح يجي يوم سيد حاكم اخليه يحكيها. تدرون بيهم لانه قتلهم الجوع واستغلتهم السفارات وصارت اكو مواقع قذره. احسنت. مو مريد نحكي ليش 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 لا الخريج اشتغل لا الفلوس استفادينا منها لا بلد تالي مثالي ولدنا وبناتنا العاطلين يلزمون سرع على السفارات سيد حاكم. كلنا نعرف. انا ليش ما اقدر احكي كل الحكي نحكي، اكو اشياء لازم يعني احنا لازم نضغط على الدوله والاجهزه الامنيه نتابع. هو هذا اللي اقول، انتم حتى الاجهزه الامنيه لا تقول لي مندسين، انا ما لي علاقه مندسين، لا تقول لي مندسين بالتظاهره، لا تقول لي ناس ذولا مخربين، لا تقول لي قناصين. انت واجبك يا ابو الامن الوطني، وانت واجبك يا ابو المخابرات، وانت واجبك يا ابو الاستخبارات، ذولا الاجهزه الامنيه وينك؟ وكيل الداخليه، وكيل ما ادري شنو استخبارات، شنو شغلكم؟ انت تطلع مندسين. احنا بلد كل العالم انظارهم على العراق، بلد صراع ايراني، صراع امريكي، صراع سعودي، تركي، كل الاطماع هنا. انت من تقول لي مندس بالتظاهره، انت لازم تكتشف من المندس واي جهه وراها المندس، ومنين جاي ياخذ فلوس وجاي يسوي وليش قتل. هذه واجب، لان انت اسرائيل تشتغل ضدك، امريكا تشتغل ضدك، فلان دوله من دول الجوار تشتغل ضدك.